السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في قناة تربح اكيد. بصوا يا جماعة، الموضوع صح، انت دخلت على العنوان الصح، انت ما خسرتش حاجة. خمس دقايق، عشر دقايق اخر ان شاء الله في الفيديو، ما تتضايقش، اهدى، ورقة وقلم، مفكرة بتاعت التليفون، واكتب ونفذ بالظبط. انا هكلمك على موضوع بيقول لك، او انا كاتب لك عنوان الموضوع: ازاي تربح 7000 جنيه من الفيسبوك. والله العظيم مش بكذب عليك، ده الرقم اللي انا قلته لساني انت هتزوده، عايز تقلله، عايز تخليها 100، عايز تخليها 10000، محبب ما عليا، مش هتخسرني حاجه، بالعكس هنبسط قوي ان انت تفعلت واستفدت من الموضوع ده. انا استفدت من الموضوع، الموقع ده انا استفدت منه وشفته في قناه اسمها قناه سفانه، 3 مليون مشترك، اكبر قناه في الشرق الاوسط في مصر كلها. بحترم الراجل ده جدا، بحبه جدا، بستمع له جدا، هو اللي افادني او انا استفدت من الفكره دي. انا اشتغلت عليه، حققت ارباح، اديني بنزله عشان الناس تحقق ارباح زيي. هتعمل ايه؟ هتبيع وتشتري سمك في ميه. سمك في ميه، تمام؟ يعني ايه سمك في ميه يا عم الحاج؟ هتلاقي هتبيع حاجات وتشتري مش تشتري حاجات، هتبيع حاجات لناس انت ما تعرفهاش، وهتجيب حاجات من ناس ما تعرفهاش. كل ده هتعمله وانت قاعد في البيت. انا حاسس ان الكلام هيبقى، انت فاهم ان انت هتقول عليا ايه دلوقتي؟ سامعك. بص يا معلم، هتعمل ايه بقى؟ دي القناة، يا ريت لايك واشتراك كومنت لو حبيت، يعني هتبقى بسطتني جدا. القناة جديدة وعايزين نوصلها يا جماعة، عشان ما علينا. قناتنا هتلاقي فيها هاكرز، مش هاكرز يا جماعة، مش هديك الهاكرز اللي هو ممنوع على اليوتيوب هيبوظونا. هتلاقي حماية من الهاكرز، هتلاقي قواعد الاختراق، هتلاقي اساسيات الاختراق، هتلاقي الربح من الانترنت اللي هي الخلاصة بتاعت الربح يا جماعة، للناس اللي عمال تلف يا عيني ومش واصلة الموضوع ده، اللي تعبت، اللي يتنصب عليها كتير. انا هخلص لك الحوار ده في حاجات بسيطه، حاجات مصداقيتها عاليه. هتلاقي انترنت مجاني ان شاء الله، حاجات صادقه جدا برضو، تمام؟ في تطبيق احنا نزلناه دلوقتي، تطبيق وصله، يعني انزل شوفه. انا زي ما بقول لك 15 جنيه هتلاقي 15 جنيه فعلا، بس نفذ انا عملته بالظبط، تمام؟ هنخش في الموضوع بتاعنا عشان ما نخرجش عنه. كل الفكره يا جماعه نسخ ولصق، تمام؟ ده الموقع بتاعنا، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، وهتلاقي كود الحلمه في الديسكريبشن تحت. حبيت تضيفه ماشي، ما حبيتش تضيفه برضه براحتك. هتحط الاسم بتاعك عادي كانك بتسجل في اي حاجه، بتحط رقم موبايل بتاعك، بتحط البريد الالكتروني بتاعك، بتحط باسورد، بتحط كود الحاله، تمام؟ انا اوريدي مسجل، عامل تسجيل، دخلنا على الموقع، تمام؟ انت دلوقتي داخل على الموقع زيك زي بالظبط، تمام؟ دي المنتجات اللي احنا هنبيعها، تمام؟ دي منتجات جلود، اللي هي شنط تقريبا، شنط، اللي هي شنط، شنط، تمام؟ بتلاقي مستحضرات تجميل نساء، ساعات، اكسسوارات موبايل، العاب، عروض، احذيه، جميع منتجات، ادوات منزليه، عنايه شخصيه، متزنات كمبيوتر، ملابس، منتجات بكميات محدوده. مش عارف الحاجات دي ايه، انا ما تجولتش فيها قوي، يعني انا كل اللي شغال فيه اكسسوارات موبايل، ده اللي انا اشتغلت فيه يا جماعه. بيظهر لي ساعات، بيظهر لي حاجات، انا عامل كذا اوردر، بس عايز اوفر لك الوقت، عايز ادي يعني اخلص بسرعه. ده حامل ثلاثي، انت بتخش كل اللي بتعمله لصق ونسق زي ما قلت لك، والله مش بحور عليك. هاخد العنوان ده، ده العنوان، هاخده كوبي، نفذ ورايا بالظبط. يعني بعد ما اخلص، يعني كمل فيديو الاخر، اتعب نفسك وكمل فيديو الاخر. وبعد ما اخلص سيب الفيديو متعلق، او اعمل له حفظ، او اعمل له لايك عشان الحفظ عندك. بعد كده هاخده نسخ، وبعد كده هعمل تحميل للصوره دي، تمام؟ بعد كده هاخد انزل تحت، ده الوصف، ده الوصف بتاع الحاجه دي. هو كبير قوي كده ليه؟ ماشي. بص يا جماعه، الحاجات دي انا باخدها كوبي، لو انت حب خد يعني خد الوصف ده كوبي، عشان هو اللي الخلاصه بتاعت الموضوع، او هو اللي فاهم، اللي هو العصاره بتاعت المنتج ده، عشان انت مهما تكتب مش هتعرف تجيب زي ده، تمام؟ انت عندك بقى خبره في الكتابه، اكتب مش مشكله، ما حبيتش تتعب نفسك نسخ وصف زي ما قلت لك، نفذ، تمام؟ هنروح بينا دلوقتي على التركابه اللي احنا هنبيع عليها بقى فيسبوك. هتبيع ازاي على الفيسبوك؟ هقول لك دلوقتي. بتخش على الفيسبوك يا معلم، بتلاقي حاجه اسمها ماركت، تمام؟ الماركت ده عايزين نشتغل، عايزين يعني انت كل مره بتدخل تتفرج على الحاجات اللي فيه. انا عايزك بقى تخش تتفرج على المنتجات بتاعتك،
ماشي، او الناس تخش تشوف الحاجات بتاعتك اللي انت هتبيعها اللي انت شاريها دلوقتي، انت كانك اشتريت الحاجه دي تمام، بس انت ما دفعتش فلوس، انت شاريها كده في الايه معجب بيها تمام. بتيجي هنا علامه البروفايل اللي فوق دي بتتك عليها بيطلع لك قيمه معروضات. انا بص الحاجات عشان ما اكذبش عليك انا اشتغلت عليه، بص انا بعت يعني بايع الحاجات دي، ريبوت كاميرا سمارت، الساعه الحلوه دي 180 جنيه لو حد محتاجها. مش عارف تشتري مين، عايز تبيع انت للناس تمام. انشاء كمان معروضات جديده، عناصر، الصوره اللي احنا اخدناها كوبي من هناك، هو محمل لك 5 6 صور، انت خد صوره واحده، خد 5 6 صور كلهم، انا اخدت صوره واحده عشان انجز لك الموضوع. العنوان اللي انت اخدته كوبي، العنوان اللي انت اخدته كوبي كوبي، حبيت تزود كلمتين على العنوان ده عشان تلفت النظر كان بيه، ما حبيتش براحتك. السعر، انا السعر هناك 120 جنيه واخد 40 جنيه ربح بتاعي من الموقع تمام. حبيت انت تحط السعر ماشي، ما حبيتش انا احط 1 جنيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان خاطر الناس تكلمني وارد عليهم فاشغلهم بالموضوع، فممكن اقول كلمه تقنعهم. انت فاهمني؟ فاهم الحته دي؟ هتلاقي في منتج كده مكتوب عليها 1 جنيه، انت هتخش تسال من باب الفضول حتى، السعر كام؟ اه يا عم انت الناس هتسالك زي كده، السعر كام؟ انت رد عليهم بقى. الفكره بقى في الرد عليهم بقى، السعر كذا والشحن كذا ويوصل لك في كذا وحاجه مضمونه وشكر كده وقول للبقين الحلوين اللي هم بيتقالوا لك. اجهزه الكترونيه تمام، السعر 1 جنيه. الحاله طبعا حاله جديده، علامه تجاريه هنخليها تبع ايه، سمارت سمارت صح؟ اه خليها سمارت واتش، هي تبع المنتجات دي. الحجم فكك من الحجم مش مشكله، الموقع زي ما انت عايز تحدد، الوصف اللي انت جبته حطه كوبي، شوف شوف املاك نص خلاص كوبي زي ما هو، الوصف ده خليه زي ما هو ما تزودش فيه. بس ثواني احنا راسكين هنا حاجات غريبه، واخد بالك انت؟ السعر 120 جنيه. انا عملت كوبي الحاجات كتير صح؟ طب ثواني اصلحها وارجع لك. انا عملت اديت الحاجات اللي انا لصقتها بالغلط، ده الوصف. بعد كده بتخش العلامات، حبيت تضيف علامه ماشي، العلامات دي يا جماعه اللي هي يعني انت فاهمني اللي هي سمارت برضو تمام. العنصر متوفر، خليه متوفر كتير يعني ماشي، على عرض على انه متوفر تمام. شايف سمارت ظهرت لي ازاي؟ حاجه حلوه يعني. توفير الشحن، الشحن متوفر، الموقع هناك بيشحن لك. اخفاء من الاصدقاء، لو حبيت تخفي الحاجه اللي انت بتبيعها دي عن الاصدقاء اللي عندك عشان ما حدش يشوفها براحتك، حبيت تظهرها ليهم براحتك، انا هخفيها خليك معايا. بعد ما عملنا كل ده هنعمل التالي. الحاجه بتاعتنا دلوقتي بعد كلمه نشر دي هتتنشر على قائمه معروضات على السوشيال ميديا. طب انت سمعت الفكره اللي حصلت دي؟ بص، طب انت بقى عايز تزود ربحك، عايز الناس دي تشوف اكتر، عايز الحاجه اللي انت عرضتها دي تتشاف اكتر، الفيسبوك بيقول لك ترويج المنتج بتاعك لمده ل 20,000 واحد يشوفوه تدفع 50 جنيه، ل 100,000 مش عارف 90 جنيه، حاجات تافهه. حبيت تدفع دلوقتي ماشي، ما حبيتش تدفع انا مش هقولك تدفع دلوقتي، انا بقول لك ما تدفعش دلوقتي، ادفع لما تربح من الموضوع ده. ماشي؟ الموضوع لو انت ربحت منه مرتين ثلاثه هيعجبك وهتدفع 50 جنيه للفيسبوك عشان المنتج بتاعك ده يوصل ل 20,000 واحد ويطلب منك 20,000 واحد، يعني قول هيطلبوا منك في متوقع الطبيعي يعني 100 واحد بس. ماشي؟ اختار صح عشان توصل صح. بعد كده انت اللي انت عملته، انا هخش انا كده هشتري منك، هخش الحاجه دي عجبتني هقول لك السعر كام، هتقول لي كذا، طب اقول لك طب انا محتاجها، هتقول لي طب ماشي تمام، هتقول لي الاسم والعنوان ورقم التليفون وحاجات تفصيل حاجات مظبوطه يعني، وتروح راجع فين تاني على موقع، موقع ايه، تاجر صح؟ احنا كنا في تاجر، تاجر. انا هعمل مثلا اضافه لعربه، المنتج اللي انا هبيعه ده هعمل له، اخش على التسويق، هعمل مثلا هنا بص يا جماعه مفاجاه يعني، دي الكاميرا انا بعتها 4 مرات وبعتها ب 360 جنيه مش 350 بس، واخدت منها 80 جنيه في 4، 160 220 240 جنيه والله في 3 ايام، انا ما كسبتش وما خسرتش حاجه وما ضيعتش وقت، 5 دقائق كلهم، كاني كنت بكلم واحد صاحبي. بتعمل كلمه اطلب، تخش هنا تكتب اسم العميل، تكتب رقم تليفون العميل، تكتب رقم المحمول البديل لو اداك ما اداكش مش مشكله، العنوان بتفصيل تكتب، تختار المحافظه، تعمل ايه؟ تاكيد الطلب. 3 ايام يومين، هو بيقول لك هناك 4 ايام 5 ايام يوصل، لا هو ده زي جميع 3 ايام يومين في الاسبوع داخل القاهره، بره القاهره 4 ايام تمام؟
ده كل اللي انت تعمله. تعبت في حاجه ما تعبتش في حاجه، خسرت حاجه ما خسرتش حاجه، ضيعت وقت ما ضيعتش وقت، كانك كنت بتشوف فيديو او كانك كنت بتكلم واحد صاحبك. تمام. طب ربنا كرمك وبعت لك كم منتج، عايز فلوسك دخل هنا المحفظه، ارباح قبل الصرف، بتعمل بتلاقي الارباح بتاعتك هنا، تعمل طلب صرف، تحط المبلغ انت عايز تسحبه من الموقع ده، بتحط نقطه الدفع. الموقع ده مصداقيته معروفه عاليه جدا، معروف يعني مش بيحور ولا هيكذب عليك ولا هيخدعك، ده موقع على النت يعني انت ممكن مبلغ كم ابلاغ انت فاهم هتاخد حقك، يعني محدش هياخد حقك من موثق بدوت كوم، يعني ما تقلقش. بتحط رقم موبايل، بتدوس ارسال، الفلوس بتوصلك على فودافون كاش خلال يومين خلال ساعتين ثلاثه. طيب انا قلت لك 7000، انت بايدك تجيب 15000، بايدك تجيب 2000، بايدك تجيب 3000، بايدك تجيب 5000، انت حر يعني، انت مدير نفسك، شغل نفسك بنفسك. تمام. فودافون بعت لنا، ما علينا، شغل نفسك بنفسك يعني اشغل وقتك، بدل ما تفتح فيسبوك كده على طول في الوقت يعني في حاجات ضايعه، افتحه في حاجه مفيده، خصص ساعه واحده في اليوم او نص ساعه في اليوم. تعالى كده انا هقول لك انا شغال ازاي. تعالى في يوم كده مثلا النهارده، مثلا السبت، انا هاجي السبت النهارده هخش على موقع تاجر، هدور اشعل بنفسي في المنتجات. تمام. اخد لي 15 20 منتج كده، كام صوره منهم، واخش على قناه فيسبوك اعمل لهم نشر وانشرهم كويس، واستنى اسبوع. في خلال الاسبوع ده هتلاقي لك جالك اوردر من الحاجه دي، اوردر من الحاجه دي، اوردر من الحاجه دي، اوردر من الحاجه دي، هتجمع، هتلاقي نفسك في الاسبوع ده عملت لك 1000 جنيه 500 جنيه 600 جنيه 400 جنيه، انت كسبان مش خسران حاجه. خسرت حاجة، زودت حاجة من عندك، يبقى العنوان بتاع صادق ربح من الفيسبوك وانت قاعد 7000 جنيه. انا اتمنى انك تزوده. انتظرونا في فيديو جديد مع قناة تربح اكيد. الفيديو اللي جاي يا جماعة صدقوني هيبقى حاجة يعني حاجة حلوة جدا. لايك واشتراك عشان نشوف، فعل الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. نشوفك في فيديو جديد.